ان انت ما بتفهم يعني الا ما انزل اضربك. اه بابا وقف. بابا شو عم تعمل انت؟ شو عم بعمل؟ ما عم بعمل شيء، قاعد بالسيارة وبالي مشغول عندك، وهو خبط 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 على بلور السيارة، عم اشتري مني وعم اشتري مني. يا اخي ما بدي اشتري منك الشغلة بالزور. شوفت ولد فلتان بالشوارع؟ لا يا بابا، هذا ولد مو فلتان. ما بصير تحكم عليه قبل ما تعرف شو قصته. شو هي قصته؟ هاد ولد عم بيشتغل بعرق جبينه مشان يعيش هو واخواته يلي تصوبوا كلهم بالحرب، وهو كمان متصوب بجري. وشلون يعني متصوب بجري؟ واقف قدامي ما فيه شيء؟ جيت يا بابا لما كنت وقفني هون بهالمحل وابيع مي ومحارم وتقلي شغل مواب يا ابني، وكانت الناس تساعدني وتروح تشتري لي لبس. الله سبحانه وتعالى صار من كرمه ورفعنا لفوق، ما عاد نحزن نشوف اللي تحت. لا تنسى شغله يا بابا، مثل ما رب العالمين رفعنا لفوق عنده قدرة يجي ينزلنا لتحت إذا ما شكلنا واحترمنا الناس اللي كنا مثلهم. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا والله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أكثر من ما أخذ. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بابا هاد لازم يقعد بالبيت، نحن اللي نطلع عليهم ونساعدهم لأنه هدول قطيتهم رقبتنا، نحن لازم نكون جنبهم حتى الله يعطيهم من ما أعطونا، وبعدها هن بيطلعوا اللي كانوا مثلهم، وهيك لحتى ما يضل فينا عدا بحاجة لعدا. صح كلامك يا ابني، صح لازم نكون قلب واحد ونحن بهالغربة. عمو وين ساكنين انتو؟ عمو هنيك بعد المختار. طيب عمو انا هلا راح اشتري منك هدول الغراض كلياتهم واوصلك على البيت، ومثل ما قال رضوان انت عود بالبيت وهي كارتي ايش بلزمكن خبرني تليفون ونحن كل فترة